مرحبا، نهاركم سعيد يا رب. إلى عشاق مشروب الخروب الرمضاني، لازم تشوفوا هالفيديو القصير عن تحضير هذا المشروب حتى تستفيدوا منه وتحضروه قبل رمضان. لتحضير مشروب الخروب الرمضاني أنا بحاجة لكوب من الخروب المجروش، طبعا منقى مغسول نشف 100%، نصف كوب من السكر، وطبعا ممكن نزيد كمية السكر كمان حسب الرغبة. عندي ربع ملعقة من البيكنج صودا يعني كربونات الصوديوم، ولتر واحد من الماء، وعندي ملعقة من الماء حتى أسوي الكراميل. نرفع طنجرة على النار ومنضيف السكر، ومن ثم منضيف ملعقة من المي حتى أعمل كراميل، وحنشوف مع بعض كيف يصير الكراميل الآن. بعد إضافة السكر والماء من دون تحريك راح يبلش يصير عندي كراميل. طبعا بدناش نبالغ في موضوع اللون، لازم اللون يكون ذهبي حتى أكسب مشروب الخروب اللون الجميل. هيبلش عندي يتكرمل. في هاي المرحلة بدي أضيف الخروب المغسول والمنقى والمصفى جيدا والمجروش. شوفوا كيف عندي بدأ الكراميل ياخذ اللون اللي بدي اياه. بسم الله الرحمن الرحيم، رايح اضيف الخروب وابدأ في عملية تقليبه مع السكر. شوفوا اللون ما اجمله، حتى اعطي نكهة طيبة لهالخروب. ريحة والاطيب الان طلعت، وهذا اللون انا تقريبا بيناسبني. انتبهوا ما تخلوا السكر يتكرمل كثير حتى ما يعطيش طعم المرار. في هاي المرحلة رايح اضيف لتر واحد من الماء على جو الغرفة، بس انتبهوا لما تديروا المي على الخروب انه حيكون في عندي غليان كثير. ربع ملعقة من البيكنج سودا حتى اعزز اللون والنكهة، وراح اتركه حتى يغلي تقريبا لمدة الثلث ساعة. بعد الثلث ساعة راح اتركه كمان ساعة كاملة مع الخروب، ومن ثم راح اصفيه بالمصفاة الناعمة، ومن ثم راح اصفيه بقطعة من الشاش الابيض حتى يصير عندي صافي 100%. خلينا نشوف.